انضم إلي عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى. أستاذ أحمد، مرحبا بك. أهمية الربط العراقي التركي وتفاصيل أوضح أنت وفرت. حياكم الله أخي الكريم، حيا الله جميع مشاهدي قناة التغيير. منذ وقت ليس بالقصير والحكومة ووزارة الكهرباء تعمل بجد على تنويع مصادر الطاقة وتعمل على تأسيس البنى التحتية لمنظومة الطاقة الكهربائية، وواحدة من هذه الاتجاهات الذهاب بإنشاء مشاريع يرتبط بها العراق كهربائيا مع دول الجوار. في وقت سابق قد شغلت وزارة الكهرباء الربط الكهربائي العراقي الأردني بمرحلة الأولى لأجزاء من أقليم قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، والحديث جاري عن إكمال المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الأردني. اليوم بالتحديد السيد رئيس الوزراء يشغل الربط العراقي التركي الذي كان يستلزم جملة من الإجراءات أكملتها وزارة الكهرباء كمحطة الكسك التحويلية في خطوط جزر موصل، والذي ترتبط بموجبها محطة جزر داخل الأراضي التركية بمحطة الكسك التحويلية داخل محافظة نينوى. أستاذ أحمد، هذا المشروع من المشاريع المعطلة لمدة 20 عام، وبالتالي الحكومة عملت على جدولة جميع المشاريع المعطلة والمتلكئة وحرصت على إدخالها للعمل. وزارة الكهرباء كانت قد أنشأت خط بطول 115 كيلومتر بواقع 341 برج، بغية أن تدخل ربط كهربائي ما بين العراق وتركيا بواقع 300 ميجاوات كمرحلة أولى. المنظومة الكهربائية تستفيد منه المنطقة الشمالية بالتحديد، أقصد محافظة نينوى وكركوك وصلاح الدين. هذا الربط جرى الاتفاق على ما يلي: اولا، يؤسس لتبادل منفعه الطاقه بقباله نقل 300 ميجا وات صيتا لسد جزء من ما تحتاج المنظومه، يصار الى ان يدفع العراق لاوقات غير الذروه طاقات محدده للجانب التركي، مما يعني ان الربط سيحقق تبادل منفعه الطاقه. هذا اولا. ثانيا، الاتفاق على أن يدفع العراق بحسب ما يحتاجه من الطاقة. من الممكن بانتفاء الحاجة لهذا الربط، من الممكن أن لن يستورد العراق الطاقة المحددة التي هي عبارة عن مرحلة أولى. وثالثا، أن الربط يؤسس لأن يرتبط العراق بشبكات الناقلة مع شبكات الاتحاد الأوروبي. هذا جدا مهم باعتبار أن شبكة النقل التركية التي ارتبط بها العراق هي جزء أساسي من شبكة النقل بالاتحاد الأوروبي. هذا يجعل من العراق بلدا ممررا للطاقه من الدول المصدره الى الدول المورده، فيما نستعرض الربط مع تركيا. هذا بمرحله الاولى، طبعا ستليه مرحله ثانيه. 300 ميجا وات بالمرحله الاولى استاذ احمد، امكانيه زياده هذه 300 ميجا وات، نعم، إمكانية زيادة هذه النسبة. أشرت إلى قضية تبادل المنفعة، صيفا تصدر تركيا 300 ميجا وات، والمواسم الثلاثة الأخرى العراق يعيد إلى تركيا 150 ميجا وات، من المستفيد أكثر؟ أستاذ أحمد، إحنا اليوم بأوقات الذروة العراق يحتاج كميات من الطاقة، الحمل المنتج للمنظومة لا يسد الحمل المتوقع. يعني اليوم هنالك ارقام نعم حققتها المنظومه، وصلت ل 27، الا ان العراق يحتاج اكثر من ذلك، مما يعني ان العجز موجود لفترات ذروه الاحمال الصيفيه خصوصا مع اعتدال الموسم واعتدال درجات الحراره. العراق لن يحتاج الى هذه الاحمال، ربما الجانب التركي باوقات اشتداد ذروه الاحمال الشتويه من الممكن باجزاء من محافظاته يحتاج طاقه، بالتالي يصار الى تعويض الطاقه المستورده صيفا واعادتها شتاء باوقات غير الذروه، مما يعني ان المشروع برمته يؤسس لتبادل منفعه الطاقه. هذا واحد. ثانيا، من الممكن ان يستفيد العراق من خلال شبكات المرتبطه بتركيا مع شبكات الاتحاد الاوروبي لتمرير وحفظ امن الطاقه. مضاف الى ذلك، يؤسس لتحقيق استقراريه. احنا نتكلم اليوم عن قدرات تحتاجها المنظومة، عن طاقات تحتاج المنظومة إلى تعزيزها، وبالتالي 300 ميجا وات كمرحلة أولى ستعزز وضع المنظومة بالمحافظات الشمالية، وبالتالي تصطلع بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء. هذا الحديث عن المرحلة الأولى، طبعا ستليه مرحلة ثانية ربما تصل إلى 600 ميجا وات. ماذا ربط اليوم مع الخليج؟ نعم، كنت أود أن أسأل عن ربط الخليج وربط السعودي كذلك. تفضل.
لدينا ربط أستاذ أحمد مع الخليج، مع الخليج بمرحلة الأولى الوزارة ستدخل المرحلة الأولى للعمل بواقع 500 ميجا واط اللي سيرتبط بها العراق مع هيئة الربط الخليجي وقف الدول الخليج السبعة. طبعا سترتبط محطة الوفرة داخل الكويت بمحطة الفاو المكتملة داخل العراق لنقل طاقة 500 ميجا واط كمرحلة أولى، وأيضا لدينا ربط مع السعودية جرى توقيع العقد الاستشاري الفني وحددت نقاط الربط ومسارات الخطوط، حددت المرحلة الأولى بألف ميجا واط، والربط الآن مع السعودية يسير بالاتجاه الصحيح. لدينا ربط مع الأردن دخلت مرحلة الأولى للعمل لقضاء الرطبة، ومضاف طبعا إلى الخطوط التي هي خطوط ربط مع الجمهورية الإسلامية في إيران. جميع مشاريع الربط ستعطي فائدة وموثوقية عالية للشبكة الكهربائية وستعزز قدرات المنظومة. طيب أشرت ربما أستاذ أحمد إلى أن حجم الإنتاج وصل إلى 27,000 ميجاوات، ربما العراق يحتاج إلى 45,000 ميجاوات. زيادة الأحمال تستدعي لجوء الوزارة إلى القطع المبرمج، يجري الحديث عن تباين بنسبة ساعات القطع بين محافظة وأخرى ومنطقة وأخرى. نعم سيدي الكريم، اليوم قبالة تسجيل المنظومة أحمال يعني لغير مسبوقة سابقا، يعني لأول مرة تصل المنظومة ل 27,445 ميجاوات، لكن للأسف اليوم الحمل المطلوب يصل إلى 48,000 ميجاوات. يعني اليوم حجم الطلب لا يوازي حجم الإنتاج المتحقق، هذا يجعل من أن هنالك نقص بحصص تجهيز المحافظات وعليه التجهيز يختلف من محافظة إلى أخرى، ويختلف حتى من منطقة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة. وهذا طبعا نتيجة ما يلي: أولا كفاءة شبكة التوزيع، اليوم بعض شبكات التوزيع قديمة، بعضها متهالكة، بعضها زيادة الطلب عليها، بعضها شهدت إنشاء مجمعات سكنية ومؤسسات حيوية، كلها أعمال إضافية على الشبكة تستدعيني ضيافة طاقات توليدية وتستدعيني إنشاء خطوط نقل كما تدعين شبكات التوزيع. نعم أنا اليوم ماضي سيدي الكريم، اليوم حجم النقص يصل ل 20,000 ميجاوات بحجم الإنتاج. هذا النقص الوزارة واضعة خطة من 3 سنوات إلى 5 سنوات لمعالجته بنصب المحطات الحرارية اللي هي عبارة عن 15,000 ميجاوات، بنصب محطات الدورة المركبة اللي هي لن تعمل تقلص الاعتماد على الوقود والغاز، تعمل على انبعاثات الحرارة الناتجة من الدورات البسيطة ب 4,000 ميجاوات، تؤسس اليوم والعمل فعلي على إنشاء محطات الطاقة الشمسية بواقع ما يقارب 7,000 ميجاوات. اليوم الوزارة تعمل على إنشاء مشاريع الربط الكهربائي واستغلال طاقة الرياح وتدوير النفايات، هذا كله موجود بخطة الوزارة. طبعا تحتاج الوزارة من 2 إلى 3 سنوات بغية أن تكتمل هذه المشاريع مع رسم خارطة فنية يعني لقطاع النقل وتدعيم شبكات التوزيع لتسير لمواكبة الطلب. لكن اليوم كثرة الأحمال تجعل من حصص المحافظات غير مكتملة، مما يعني نعم تلجأ إلى السيطرة على الأحمال بالقطع المبرمج، وستسعى الوزارة إلى الحد منه في معالجة شبكات التوزيع. المتحدث باسم وزارة الكهرباء كنت معي عبر الهاتف أستاذ أحمد موسى، شكرا جزيلا لك.